بقى لملف اخر عندنا برضو كلام مهم فيه، والنهارده عندنا مواجهه برضو مهمه في كوره بقى اليد، وهي قمه الدوري بين الاهلي والزمالك اللي هتكون على الصاله الدوليه بالعاصمه الاداريه الجديده طبعا في الجوله ال15. وكلمنا وبقالنا فتره بنتكلم عن هذه البطوله بختام هنا الدور الاول للموسم الحالي. خليني برضو اقول لحضراتكم احنا عندنا مواجهه مرتقبه مع الزمالك في السوبر المصري، هتكون مفروض يوم 9 ديسمبر المقبل بدوله الامارات. فيعني عندك دايما المواجهات بين الاهلي والزمالك في اليد بتكون فيها نديه زي ما احنا عارفين، وفيها تقارب كبير جدا في النتائج لاخر كمان لحظات، فباذن الله نقدر ان احنا نختم الدور الاول بفوز ونحافظ كمان على صداره الجدول. احنا متصدرين دلوقتي الجدول او جدول المسابقه يعني برصيد 42 نقطه، الزمالك في المركز الثاني برصيد 38 نقطه، فلقاء اعتقد هيبقى قوي وباذن الله نقدر نحافظ على، يعني مش هقول نحقق الفوز، لا نحافظ على هذا الفوز ان شاء الله.